شوف يا استاذ يوسف، انا مهتم ازاي الناس معه وافهم الناس بتفكر ازاي. بعد كل الكلام اللي احنا قلناه، بعد كل اللي احنا بنقوله وبنشرحه للناس، الاختلاف ما الاختلاف في الرأي مهم، صح، لكن الاختلاف في الفهم مشكلة. انا بقول لك ان البلد دي قدرتها الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة. ده انا بعترف لك، بقول لك ما اقدرش، مش انا اللي ما اقدرش، قدرتها ما تقدرش، الدولة قدرتها ما تقدرش. طب ليه؟ هي إمكانياتها كده. إن كان حد يقدر يعمل حل يجي والله معايا وأنا هبقى سعيد بيه، أي حد، وأعينه مسؤول ويتولى وأشوف وهسقف له وأبقى سعيد بنجاحه، لأن نجاحه هو هيبقى نجاح لينا كلنا. نجاح هذا اللي يعني اللي بيتكلم وبيطرح حلول ومهتم قوي بالمواطن والظروف الصعبة، وإنه يعني محدش يعني مهتم بيه ولا بيخلي باله منه. لا، ده خطير الكلام، خطير جدا. وما فيش حاجة ضيعت مصر خلال الخمسين سنة اللي فاتت، يعني ان احنا مش عارف، مش شايفين ولا مش عايزين نشوف، مش عارفين ولا مش عايزين نعرف، ولا احنا بنظبط كلام جنب بعضه كده وخلاص، ولا احنا بنحط كلام